لطالما كانت بريطانيا ملاذاً آمناً وبصيص أمل للمهاجرين ومنذ قرون، وكم تفاخرت حكومة لندن أن هذا الملف وما فيه من اختلافات في الديانة ولون البشرة مصدر قوة لا ضعف لبلادها. هذا الذي كانت تزهو به بريطانيا تغير إلى النقيض في السنوات الأخيرة، وذلك على وقع الأزمات الاقتصادية التي تواجهها، لتجد في ملف المهاجرين ضالتها للحد من تلك الأزمات. ومثل ملف المهاجرين الذي تشير التقديرات إلى اقتراب أعدادهم من 700,000 شخص، مثل إحدى الدعائم الرئيسية لخطاب المحافظين بزعامة ريتشي سوناك رئيس الحكومة البريطانية، الذي حاول ترويج خطته الخاصة بترحيل المهاجرين إلى رواندا لتحسين شعبيته المنهارة وفقاً لاستطلاعات الرأي. We have been working on a new international treaty with Rwanda. This will provide a guarantee in law that those who are relocated from the UK to Rwanda will be protected against removal from Rwanda. خطة رواندا التي لاقت انتقادات أممية، حيث رأت فيها المنظمة الدولية تهديداً لسيادة القانون وسابقة عالمية محفوفة بالمخاطر. هذه الخطة حاول سوناك توظيفها انتخابياً، حيث صرح بأنه لن يتم ترحيل أي مهاجر إلا إذا فاز حزبه بالانتخابات، وكأنه يساوم الناخبين الذين يعانون أوضاعاً اقتصادية صعبة. في المقابل تبنى حزب العمال نهجاً مخالفاً، إذ تعهد كير ستارمر رئيس الحزب بإلغاء خطة الترحيل إلى رواندا. We need to smash the gangs that are running this vile trade, making a huge amount of money, putting some of the most vulnerable people in boats across the channel. They're making a fortune. ستارمر طرح البديل في استخدام مخصصات الخطة في تعزيز أمن الحدود عبر توفير محققين وأجهزة تكنولوجية وأفراد أمن إضافيين، بما يضمن محاسبة أولئك الذين يعملون على تهريب المهاجرين عوضاً عن صرف الأموال في إعادة ترحيلهم إلى دولة ثالثة. سوناك يريد ترحيل من وصل من المهاجرين، وستارمر الطامح إلى الإمساك بمفاتيح 10 داونينج ستريت يطرح استراتيجية لمنع وصول المهاجرين بالأساس، وهو ملف ربما يسهم في إعادة العمال إلى الحكم بعد 14 عاماً من سيطرة المحافظين.